سادو سينان مونتي بزا كلام سادا سينان مونتي المجتمع المدني. في البداية كنشكر السيدة رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والعلاقات مع المجتمع المدني والسيد رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة والممتلكات والأعضاء عن التقرير المفصل. التقرير واضح أن جميع الإخوان لها دور عظيم في المناوشة ولكن في الأخر وصلنا لواحد القيمة اللي اقتنع بها كنا اللي كنا تما كان 5-4 من صفر واحد أركان اقتنع بها الشيء اللي كان حتى شي واحد عرف الأول كيقولوا بعض الإخوان جمعية ديال المخيمات صيفية في هذه بعيد المخيمات الصيفية لا خصهم يديروا لا ضروري وكديروا الإيدات بالمجان وإيدات اليتامى وكديروا بالمجان وراه السلطة كاينة وهاد الإخوان اللي دارهم كيقولوا ماشي راه كاين مجلس ديال الحسابات يديروا شكاية لهاد الجمعية في كل مشكل هذه الجمعية يحطوا لك هنا الجرعة لا عنده الجرعة يحط وراه هو هذا السيد اللي كيهضر عليه راه العام اللي فات كان عنده جوج وليدات باش يجيهم وخداه جوج وليدات باش يجيهم بالمجال عنده وفي الاخر هو هضر وليدات ما جابوش المخيم وكنقول الاخوان اللي كتهزوا النفس وكذا راه ما كيجيش يحط راسه هو عنده جمعيه ديالو ويجي يحط جمعيه وهو منخرط في الجمعيه هذا عيب وعار رجعوا للميبات ويجي يجوا سميتو راه حاط جمعيه باش تاخذ من ماشي يقول عيب جمعيه مواليه راه هو اللي عوض في المجلس الجمعيه ديالو داخل الجمعيه وحاط وخاص تكون عنده الجرعه وما يحطش الجرعه وكل لنا السميه ونحاسبو راه عنده الجرعه اللي كل واحد عارف راسو شكون هو ما غاديش يعوضو ما تجاوبنيش ما كنجاوب ما تجاوبنيش ما تجاوبنيش الدوره ديال اكتوبر رجعات 300,000 ملي تحيدت 4 مليون ديك الساعه من الاجتماعيه علاش ما دواش ملي الثقافيه فيها 720,000 درهم ورجعت 600,000 درهم تحيد 120,000 درهم علاش ما دواش ولا حتى دابا غادي تدير محاباه ديال خوها راه هذه هي خبط سياسي الى عندهم جرأه في الدوره ديال اكتوبر في الميزانيه لا الرياديه خاصنا نديرو فيها 3 مليون ديال الدرهم الثقافية خاصة ندير بها 2 مليون ديال الدرهم، الاجتماعي ندير بها 1 مليون ديال الدرهم، إلا عندهم جرأة يديروا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم.